فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أذن السيد بأن يطأ أمته شخص آخر فهل هذا جائز؟ إذا أذن السيد أن يطأ أمته شخص آخر ليس بمالك، هذا زنا والعياذ بالله. ما يطأ إلا بملك يمين أو بعقد نكاح، ما يجوز هذا، ما يجوز وطئ المرأة إلا بأحد أمرين، إما بعقد نكاح صحيح وإما بملك يمين، وما عدا ذلك فهو زنا، وليس لأحد أن يأذن بالزنا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.